مساء الفل زي ما في قصص طويلة بتجيلنا فيها تفاصيل كتير كلها دراما وعلامات استفهام وتنفع تكون فيلم أو مسلسل ساعات تانية بيجيلنا قصص قصيرة جدا مفيش فيها غير سؤال واحد بس سؤال عمل زي القنبلة إجابته محتاجة كلام كتير قوي كلام كتير جدا ومناقشة طويلة مع أهل الخبرة والتخصص حاجة كده زي البوستس اللي بتكون مجرد سطرين بس تخليك توين وتشغل دماغك وتقعد تفكر فيها بنلاقيها على جروبس كتير جروبس البنات والستات او جروبس الولاد والرجاله وبتستفز الجمهور بتوع السوشيال ميديا بتخليه يعلق عليها ويشغل دماغه وبتكشف كمان عن مساحه جدل كبيره جدا بين مؤيد ومعارض وكل طرف من الطرفين عنده مبرر وعنده حجه قويه لوجهه نظره بوست دي ممكن تجيب 20 او 30 الف كومنت تتاخد سكرين شوتس وتلف الفيسبوك كله النهارده في قصه حقيقيه هتكون معانا نماذج من القصص القصيره اللي كل قصه فيهم على قد ما هي قصيره على قد ما فيها سؤال جدلي لملايين من المؤيدين والمعارضين وهتكون معانا الجميله الغاليه سماح انور اللي هتسمع معانا كل قصه وهتحاول معانا تساعد ابطالها بالنصيحه وحل المشكله ونشوف الجدل ده هيوصلنا لفين اهلا بيك يا سماء اهلا بيك يا سالي هتساعدي معايا الناس يلا بينا يلا بينا نسمع اول قصه يلا يلا اسمي مرو وعندي 33 سنه مشكلتي اني تربيت وسط عيله دماغهم عكس دماغي تماما هم كانوا بيحبوا العلم والابحاث والدرجات العلميه وانا كنت بحب الفن والانطلاق وبكل اسف كانوا متزمتين أو تقدروا تقولوا عليهم متشددين شوي عشان كده كنت بدور على عريس تكون دماغه شبه دماغي عشان أعيش معاه الحياة اللي كنت بحلم بيها وما لقيتهاش في بيت أهلي لحد ما فعلا لقيته واتجوزنا وخلفنا بنت وولد بس بعد كده ما حصلش نصيب وانفصلنا عن بعض بشكل متحضر ومحترم. اتفق معايا على المصروف الشهري اللي هيبعته للولاد، بس المشكلة إننا كنا متجوزين قانون جديد. يعني ما كانش في شقة تمليك أقعد فيها. بعد الطلاق بصفتي حاضنة. طليقي عرض عليا يجيب لي شقة تانية قانون جديد، سعرها أرخص شوية ووافقت. بس أهلي مش موافقين. وشايفين إنه عيب. وما يصحش ابقى مطلقه وعايشه لوحدي واني كده ممكن اتعرض لمضايقات او الناس تتكلم عليا ده غير اني هجيب لهم الكلام وانا شايفه اني ما صدقت اخد حريتي واستقلالي عشان اعيش حياتي بالشكل اللي يناسبني والمشكله دلوقتي اني دخلت معاهم في مشاكل جامده جدا لدرجه ان اخويا بيهددني انه هيجي يجيبني غصب عني وبابا وماما بيهددوا انهم هيقطعوني وانا رغم اختلافي معاهم بحبهم اعمل ايه تعمل ايه ايه رايك في القصه هي القصه دي اصلها يعني عاديه جدا في مجتمعاتنا بشكل عام بشكل عام لان احنا فعلا بنبص للمطلقه وللست عموما وللبنت ولكل حاجه ان هي كائن لازم يبقى يعني للمراه يعني لكيان كمراه ان هي لما تبقى كمان مطلقه بتبقى سبه صح او هتجيب لنا العار او هتجيب لنا الكلام ما هو ده دي دماغ ما ينفعش اصلا يتناقش يتناقش اصلا في الاوبشنز بس دي عادات وتقاليد واصول بس المطلقه دي مش ما ينفعش تخرج وتدخل وقت ما تحب بس معلش ثانيه واحده بس ما احنا ليه معتبرين ان المطلقه دي على حل شعرها يعني ليه معتبرين المطلقه دي ست سيئه السمعة لإن المجتمع دايماً بيعترف إنه يعني شرف البنت بتبقى ليه ليه معايير وقيود وحاجات في المجتمع يعني أنا إيه؟ على عيني وراسي بس ده ما في الأخر لا يصح إلا الصحيح بمعنى إيه؟ مم. أنا دلوقتي لو مش على حل شعري ولا حاجة وأم ومعايا ولد وبنت مش كده؟ مش أوه. دي المشكلة؟ أوه. طيب يعني أنا أم ومعايا ولد وبنت يعني مش ممكن هبقى على حل شعري حتى لو عايزة مش هبقى على حل شعري أكيد مم. يعني بس اللي عايز يبقى على حاله شعره بيعمل بيعمل كل حاجه. لا انا بتكلم على انا عايشه مع ولادي في بيت. مع يعني الكيس بتاعت مروه؟ لا ما اعتقدش، هو يعني انها تنفصل بشكل متحضر happens very rare او بتحصل نادرا جدا أيوة في, أيوة في مجتمعنا. أوه. فلا دي حلوه. ايوه. دي يعني ست متحضره وبتفهم واصيله. ما انا مش بتكلم عليها، انا بتكلم على اهلها، الموقف من اهلها مش منها، هي <applause> عايزه تستقل. لا الحياة. انا قصدي يعني هم لو فكروا كده في البنت، لو قعدوا يفكروا يقولوا لا اصيله. متحضره حتى لما قالها اجيب لك شقه ارخص يعني هي بنت عارفه حياتها هي عايز تمشي ازاي ليه الاهل عايزين يبقوا متحكمين دايماً علشان اوفر بروتكتيف أو ما بي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا سالي م. ان هم مش شايفين بنتهم زي ما هي هم شايفين بنتهم زي ما هم فاكرين ان بنتهم ممكن تقع في الغلط وفي ولا البلد. شايفين المجتمع اللي حوالينا اغلبيه معلش ما, ما, ما احنا سمعت. لو كل واحد فينا فكر في حياته جوه الحيطان على الناس اللي بره هتقول عليا ايه ما حدش هيعيش كلنا هننتحر احنا ال... عايشين في مجتمع لازم ناخد بالنا من كلام الناس ما, ال... ما احنا بناخد بالنا مش من كلام الناس احنا بناخد بالنا من الرولز بتاعه المجتمع يعني <applause> المجتمع بتاعي متحفظ ما ينفعش امشي ب... ب... بلبس عريان في الشارع خلاص تمام لكن ده كلام حلو بس فاكره لما الست جت عشان واحد يغير لها الانبوبه ورموها من فوق البلكونه عشان كان معاها حد وانا ده حصل يبقى خلاص كل ست متطلقه في الحياه على سمعنا. الله تق... دي اللي احنا سمعنا عنها يا سماح لا الله. لا بس خلي بالك المشكله هنا حسب ما انا فهمت انه اهلها مش موافقين انها م. تعيش لوحدها يعني لازم تاخد ولادها وتروح اه مش انا لك بقى خلينا نعمل حاجه فلاش فورورد تعالي تفرج على العيله دي قدام فلاش فورورد م. هي خدت الولد والبنت وراحوا قعدوا عند بابا وماما ماشي حلو ها بابا وماما هيبوظوا الولد والبنت عشان تيتا وجده بيقعدوا يدلعوا على الفاضي وعلى تاكل وقت بنيان. ما تحب تشرب وقت ما تحب آه. كل اللي انت عايزه لا وماما لما تقول حاجه تيتا وجده هيبوظوها فماما مش هتعرف تعمل اي حاجه ادي آه. نمره واحد نمره اتنين مش هعرف اعيش براحتي انا وولادي وهنبقى عبء بعد شويه لانه البيت هيضيق احنا ثلاث حد بيبقى عبء على اهله؟ حتى أيوة. راجع معاه شيله انا مش بتكلم انه عبء مادي انا بتكلم على لا على ذوق البيت في البيت هيبقى ضيق علينا طبعا مش نعيش البيت هيضيق علينا دي نمره اتنين نمره ثلاثه طيب لو الاهل بقى يعني لو مكان الاهل المتزمدين المتشددين اللي خايفين من انه بنتي مطلقه يا نهار اسود فممكن يتعمل فيها ويتسوى حلو قوي طب ما انا عندي فكره لطيفه جدا انا لو مكانها يعني هقول لهم طيب يا بابا يا ماما أنا دلوقتي قاعدة مع ابني وبنتي في البيت لوحدنا وأنا عايزة كده فعلا لولادي قبل ما يكون ليا بس أنا كمان محتاجة ده لأني كبرت خلاص وبقيت أم أنا مش بنتكم دلوقتي عشان أنا كبرتي وبقيتي أم وبقيت احنا وافقنا على الطلاق بس ما تقعديش لوحدك لا وافقنا على الطلاق دي أصلا هما وافقوا يعني مغلوطة يعني هو يعني مش من حقهم يقولوا لأ لما تيجي تطلق؟ لأ الأهل؟ لأ لأ يعني لا إيه؟ أمال اخترتي ليه؟ مش قلتي عايز تمشي من بيتنا وعايز عايز ما هو ده تدخل ما هو ده تدخل دي ما حاجة ما هم ليهم حق يتدخلوا ما هم اهلي يا حياتي اهلها أهلي. اهلي ما يسوقوش حياتي يسوق حياتهم هم لان كل بني ادم مسؤول عن حياته احنا بنتولد لوحدنا وبنعيش لوحدنا وبنموت لوحدنا وبنتحاسب لوحدنا صح <applause> <applause> <لوحدنا. تصفيق> محدش مسؤول عن حد كل واحد متعلق من عنده هم خايفين م. عليها يا سماح ما انا اجيلك كده تجيلي كده انت لا اثبتي على راي انتي معترضه على عليها. ايه عليها انا رايي ان هي تقعد هم معنى. خايفين عليها هحلها لك انا اهو انا هي دلوقتي وانتي م. بابا وماما بصي مامي حبيبتي ادي مفتاح الشقه نسخه ولا اجيب شقه تحتك يا ماما ثانيه واحده اهو ادي مفتاح الشقه مع حضرتك نسخه بابا نسخه اخواتي فين؟ ولاد عمي فين؟ مفاتيح خلاص؟ ها. كله معايا مفاتيح بيتي. ها. ويا جماعة الحا... الغاي... الحاضر يعلن الغايب. أنا معايا مفتاح الشقة يا جماعة, يا جماعة كل واحد <applause> يجي لنا فاهم؟ أي حد يصحى في أي لحظة إن شاء الله أربعة الصبح يقول <applause> يا ترى أنا قلبي أنا خايف لا يكون جرى حاجة. ها. تروح واخد بعضك وجاي فاتح الباب وتتأكد إن أنا لا على حاجة شعري ولا انا بخطر ولا حاجه <applause> طب ما تروح تعيش معاهم وتقصر الشر لا, لا شر ليه هو وليه عشان ما زعلانين هم عايشين لنا قد ايه يا جماعه الموضوع ملوش علاقه بده له علاقه هم اهلها نفسهم لما اتجوزوا <applause> كانوا س... راحوا قعدوا مع باباهم ومامتهم ولا عملوا حياه جديده عملوا حياه جديده بس انا لو اديتهم المفتاح مش هيبقى عندي خصوصيه تاني لو اديتهم المفتاح مش هيبقى عندي خصوصيه زي ما انا ابقى قاعده معاهم وخل... واريح دماغي لا بالعكس الخصوصيه ان انا يبقى لي بيتي واولادي كمان يتعودوا انه في ريس واحد للمركب دي لان دي الطريقه الوحيده اللي بتنفع في اي حياه عشان الناس تبقى شايفاها بنظره احلى ومتقبلينها اكتر ان هي تقعد مع اهلها يعني انا الغيني يعني. عشان الناس هو ده الصح؟ أحياناً صح كده. احيانا احيانا بنضطر نعمل كده ده احيانا بنضطر نعمل كده ده رايك انا هتبنى وجهه النظر الثانيه طول عمري مش مش هقول رايي انا لا يمكن <applause> اتبنى وجهه نظر بتحرم اي بني ادم من حياته ما اقول رايي وانا مذيعه وممكن اخليها تمشي على على رايي أنا يعني مش انت حواف. انت الـ انت الكوتش انا مش هوافق مش انا مش هوافق ان انا اي حد يتنازل عن حقه في انه يسوق حياته ويبقى مسؤول عنها عشان هيتحاسب عليها <applause> عشان في حد بيبتزه عاطفيا باسم انه خلفه بس خلي بالك هي برضو قالت انه هي رايحه دلوقتي تعيش في مكان ارخص شقه ارخص أوه. مش ممكن تكون البيئه اللي حواليها مش هتتقبل انت بتقولي ده يعني انت بتتكلمي من انت ليه من very open على ان الست دي طفله لا مش مشكله بس احنا في اماكن مثلا يعني في اماكن مثلا بتبقى شعبيه انا ما اقدرش اخش بيها بقميص وبنطلون مين مكان شعبي هو ارخص يعني شعبي لا ممكن تبقى المنطقه عشان ارخص المنطقه مش هتبقى بنفس الرقي بتاع منطقه ثانيه وانا لو قاعده في بيتي أكتر. انا لو قاعده في بيتي كافيه خيري شري <applause> ومنظمة حياتي ومش قاعده فتحة على البحر وجيراني مين واصحابي مين و... لا 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 خال... انا في بيتي وخلاص <applause> في حتة بلدي بالعكس المناطق الشعبية بجد بجد فيها ناس جدعان جدعان عم ما... قوي ما يقولك ولاد بلد بس مش هيتقبلوا ان هي تبقى مطلقه وقاعده لوحدها طب ما تقعدي عند اهلك يا بنتي يا ستي لانه خ... الست ممكن تضعف ما هو ده هيقول لك بقى بلسان حال المجتمع قال لك الست ممكن تضعف واحنا عشان نعفها او عشان ناخد بالنا منها اي حد يضحك عليها ما تروحي تقعدي مع اهلك يا بنتي انت عارفه ايه اكتر حاجه صدمتني النهارده؟ ايه؟ ان احنا بنحاول نقول للناس خليكوا خليكوا كده، خليكوا من غير ما تتنوروا، من غير ما تستقلوا، من غير ما تبقوا أحرار. لو إحنا مش هنعرف نغير الجيل اللي, اللي قبل قبلنا، طب ما نحاول نغير جيلنا إحنا ونوصل لحل وسط. إحنا وصل. مش بنطلب تغيير، إحنا بنطلب الطبيعي اللي ربنا عمله أصلاً. بس مجتمعنا لا يا اللي اللي ربنا عمله أصلاً إحنا بنغيره عايزين نثبت عليه، نثبت على الغلط، ما ينفعش نثبت على الغلط وننفع، وبصي على كل العلاقات بين الأهل وولادهم. بين الناس المتجوزه مين فرحان وسعيد وعمال يتنطط من السعاده كل يوم الصبح ولا حد الحمد لله يبقى احنا بنمشي احنا ماشيين غلط لازم نصحى لازم ندور على طريقه م. كل واحد فيها يبقى مسؤول عن حياته ما انا كمان لما اخد موقف من بنتي اللي عايشه لوحدها لازم اخد موقف بناء على شيء هي فعلا هتعمله مش فيلم في دماغي انا خلاص الفته وعرضته وافترضت ان هو ده اللي حصل وهبتدي اتعامل معاه على هذا الاساس بس في ناس ده في المجتمع يقولوا لك ايه يقول لك ما لما هيتربوا مع ست لوحدها اكيد العيال بيبقوا محتاجين جد وجده واب وكده فممكن الجد وهي يعوض وهي هتقاطعهم ده هو لا الجد وجوده بيعوض عن وجود الاب برضه انه في راجل في البيت في ابنها الصغير محتاج تربية راجل عشان ما يترباش تربية الاهل يعملوه مش انهم يقولوا لها لا تعملي اللي احنا بنقوله يبقى تع... مش عن بعد يبقى تعالي عيشي معانا بقى يا مروه وليه هم ما يروحوش يقعدوا معاها؟ ليه باباها ما يروحش يبات ليله مامتها تروح تبات ليله يعني هنقضي الويكند مع بعض ما كل البيوت الناس الطبيعيه بتعمل كده انت بتحبي برايفسي ان كل واحد ليه حياته الشخصيه وخصوصيته مش الشخصية. بحب دي مش دي مش طمدلات. يعني في بيوت بنسمع عنها يا سماح الاب والام بيخبطوا قبل ما يخشوا على الطفل في حاجه ايوه انا كده انا ابني من وخم. يا ازاي بقى اخبط على ابني وانا داخله أيوة. لسه ما جبتش ولاد بس يعني امال هعلمه <applause> ليه بتعمل ايه رئيس مجلس اداره المجموعه امال هعلمه يبقى عنده ذوق وادب لما انا اموت وهو يبقى <applause> يخبط واحدة عشان انا الام واحده يخبط عليها قبل ما يخش ده بجد ايوه لانه الخص... ما هو انا بصي ما فيش حد انا لغايه النهارده ما شفتش حد معاه عقد يملك فيه بني ادمين من الاخر يعني معلش اللي معاه عقد يوريهولي احنا كل واحد ربنا خلقه كده لوحده كده اهو لوحده كده وبنيجي من خلال بعض ما بنملكش بعض وما ينفعش نسيطر على بعض واللي بيحاول يسيطر على اي حد قريب منه او بعيد عنه ايه اللي بيحصل؟ بيهرب منه بتضرب في وشه على طول بس في وشه صح؟ طبعا <applause> <صح؟ تصفيق> <applause> يبقى خلاص طب بقول لما... لك ايه تيجي نعكس القصه؟ يلا ان هي تبقى عايزه تقعد مع اهلها واهلها اللي مش موافقين تعمل ايه؟ يبقوا ناس محترمه جدا تتصرف تبقى تتصرف يعني انا بقول لاهلي إيه؟ وانا معايا عيال وبقول انا عايز اقعد معاك ويقولوا لي لا ايوه جداً. ايوه لان ده انا ما شفتش عيلة كده في حياتي اختاري اختاري تكوني قوية، أصل ربنا خلقنا كلنا أقوياء، ما فيش حد ضعيف خالص، وما فيش حد حد عمل فيه حاجة، كل دي أفكار ضيعت كل الناس في حد بيبقى ديبندنت بيعتمد على حد عشان يقوم، وفي حد بيبقى اندبندنت هو اللي بيقوم التاني الكو ديبندنسي دي, دي عبء للطرفين، الكو ديبندنسي دي أسوأ حاجة ممكن أي حد يعملها في نفسه مش في غيره بس م. لانه كل واحد فينا لو بص بص انت انا هبص كل الناس بتسمعنا بصي على اللي فات كلنا فوتنا في ايه يا سالي في مشاكل وبلاوي ومصايب صح وكنت فاكره انه بكره ده مش هيطلع علينا اصلا دي صح؟, حقيقة صح دي حقيقه انت هنا قاعده وزي الفل ما خدش وانا كمان و يعني اللي فات ده انتصارات اصلا وانا مش واخده بالي طب بتتكلم معاهم ازاي بالطريقة دي ما هي لو شافت نفسها كبرت فعلا هتتصرف على هذا الأساس والأهل كمان في حاجة بقى مفيش حد واخد باله منها الحقيقة ايه بقى؟ اي أهل أنا عارفة الحكاية دي اي أهل مش عايزين يفضلوا أهل طول الحياة دي مهنة متعبة جدا وبعد عشرين سنة اللي هو الطبيعي في أي مشروع خلفه انه عشرين سنة بعد العشرين سنة انا محتاجه ان انا ارجع لحياتي بقى مش هفضل طول حياتي شايله همك وشايله هم عيالك لان ده كمان مش طبيعي لا ده انا بحس الدنيا بتتقلب انه بمعنى هما بيبقوا هما ولادي انا اللي بجري وراهم عشان ياخدوا الدواء وانا اللي بجري وراهم عشان اديهم التطعيم وانا اللي بجري وراهم عشان ما اعرفش ايه طب انت اكلت طب دي انت أحلى كويسه حاجة. طب انت ايوه لان ده سايكل ويدمها نعمه بس ده سايكل أصلي... دي احلى هم. حاجه انه زي ما شالونا بيتشالونا البني ادم كده يعني قصدي ليه ممكن تعرف تتكلم معاهم آه. بس هي ممكن فعلا تعرف تتكلم معاهم بقى اكنها بتكلم عيالها لا تتكلم معاهم كانها ست كبيره بتكلم ناس ناس كبيره ست ناضجه بتكلم ناس ناضجه مش هنعمل ايه بقى ولو ولو هم آه، انت ممكن من وجهه نظرك يعني قبل ما اقول السؤال هقول لك وجهه نظرك تبقى ايه أه؟ لو هم دلوقتي قعدوا يقولوا احنا عايزينك عشان احنا حابينك وعايزينك تقعدي معانا وبنحبك وما تسيبناش لو ابتزوها انت تشوفيه ابتزاز عاطفي مثلا نقول لا تعمل ايه؟ لا الابتزاز العاطفي اللي هم عاملينه اوريدي اللي هو هنقطعك مش هنعرفك روحي بس لا انا قصدي ابتزاز عاطفي إيه؟ رحيم انه انا بحبك اقعدي معايا ده انا ماليش غيرك فهضطر خلاص ما هو ده يبقى اختيارها المهم انها تعمل الشيء اللي هي عايزاه انا كاهل لازم اساعد ولادي انهم يعملوا الحياه ويعيشوا الحياه بالطريقه اللي هم اختاروها بس احنا سيبناكي تتجوزي وتهربي سبناكي يعني ايه يعني اخترتي العريس عشان تمشي من عندنا <applause> <applause> ثواني يعني لو الاهل معارضين الجوازه اتجوز ما كانوش معارضين قصدي هم سابوها هي عايزه تهرب منهم عشان هم متشددين سيبناكي تتجوزي خلاص ودلوقتي سبناكي تتطلقي لا, لا, لا. لا مش تقعدي لوحدك بقى مش قادرة أصدقك يعني ايه سبناكي تتجوزي بجد بجد يعني انت كنت عايزه تهربي مننا واحنا إتجوزت يعني وهي قصر ولا كانت فوق 21 سنه لا اتجوزتي عشان تهربي مننا واحنا عارفين عشان عشان انت انت دايما مختلفه عن العيله بتحبي تبقي غيرنا كلنا صوت so ما هي فعلا مختلفه ربنا خليها كده ببصمات مختلفه وكل حاجه مختلفه ازاي نخلي طفل مختلف مش عايز يبقى تبقى ليه زي بقيه العيال مفيش حاجه اسمها زي اصلا ما هو ده اللي ضيع الدنيا ثانك <applause> موافقة <applause> وده كان رد سماح يا جماعة في مشكلة مارو حاولي تسمعي كلامها وتعملي بيه وكله بيجي بالراحة وباللين وبالنقاش هستنى منك رسالة تطمنيني فيها عملتي إيه لسه معانا قصص تانية كتير فيها تساؤلات كتير هتخانق أنا وسماح تاني <تصفيق> <تصفيق> وهنتكلم فيها بس بعد الفاصل استنونا <applause> ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين القصص الصغيره في قصه حقيقيه. قصص بتبقى صغيره جدا بس زي ما قلت لكم بيبقى سؤال ومحتاج حل. تعالوا نشوف القصه اللي معانا ايه؟ جاهزه يا سامح؟ يلا يال. يلا بينا؟ يالا. اسمي ريهام عندي 28 سنه بنتمي لعيله ميسوره الحال ماديا بس المشكله ان اغلبهم مستواه العلمي مش قد كده. يعني والدتي مثلا معاها دبلوم تجاره ووالدي تاجر ناجح بس معاه اعداديه وليا تلت اخوات ولاد اشطر واحد فيهم خريج جامعه خاصه وتخرج بعد ست سنين دراسه سقط فيهم سنتين من صغري وانا الوحيده اللي كنت بحب التعليم قوي كنت دايما بطلع من الاوائل وبابا كان فرحان بيا جدا كان دايما يقول لي ده دا يوم المونة عندي لما اشوفك دكتور ولما دخلت كلية أداب اتخرجت بترتيب جيد جدا مع مرتبة الشرف وفترة الكلية حبيت ولد معايا في الجامعة حبيته جدا كان محترم وأخلاق وفي الفترة اللي دخل فيها الجيش خلصت السنة التمهيدي للدراسات العليا وجيه بعد ما خلص جيش اتقدم لي واتجوزنا فترة جوازنا الأولى الحمل اتأخر شوية وقررت أستغل ده في دراستي والحمد لله خدت الماجستير يلا حياة ماشية جميلة أهي ايه. ومن هنا بدأت المشكلة جوزي بعد الماجستير بقى غيور عليا جدا وبحسه بيتضايق كل ما الناس تقول لي يا دكتور ريهام ده غير ان جات لي فرص كتير اني ادرس في كذا جامعه ولما عرضت عليه الموضوع اتنرفز وقال لي مش كفايه كده ولا ايه انا سايبك براحتك بس كل شيء وليه حدود عرفتي اتجوزنا ليه <applause> شفتي قلت له حدود ايه هو انا بعمل حاجه غلط انت من الاول عارف ان طموحي اكون دكتوره وخدت الماجستير وانا في بيتك قال لي انت زودتيها قوي كل شويه ابحاث ومروح للجامعه والناس تكلمك في التليفون ودلوقتي عايزه تشتغلي في الجامعه وتختلطي بدكاتره وطلبه وانا بصراحه ما اقدرش استحمل يا انا يا الدكتوراه وحصلت بينا خناقه كبيره وشكلي كده داخله على ايام صعبه بصراحه انا بحبه وبعيدا عن المشكله دي هو انسان كويس جدا وطيب وبيحبني بس في نفس الوقت انا مش هقدر اتخلى عن طموحي وحلمي وحلم ابويا اني ابقى دكتوره واكمل المشوار اللي بداته ومن غيره ممكن اموت من القهر مش عارفه اعمل ايه مش هقول رايي بقى انا هسيبك انت تقولي رايك عشان رايي يبقى معروف أنا ايه رايك يعني, يعني معروف قوي قولي يعني خمني يعني انا هختار ايه التعليم شمال ولا اتجوزني عشان عملت لك اتجوزني شاتي مش ضللتك في النص يا جميل واتجوزي واتجوزي خلاص طبعا الست ملهاش غير بيتها وجوزها ومطبخها ده رايي فعلا ملهاش غير لا كده. انا بستفزك <applause> ملهاش قادرة. خالص انا اللي بيتفرج عليا هيبقى عارف يعني سنين بنهاتي في ايه هي بصي انا عن نفسي شايفه ان هي لازم تختار اللي هي عايزاه بس هي بتحبه قوي يا سماح ما هو ده اللي انا اقصده حد يعمل في حبيبه كده يبقى ده اللي انا اقصده لا ما هو ليه خيرني انت ليه بتخيرني ما بينك وما بين دراستي وبين حياتي لانه معاه عقد تمليك بني ادمين برضو واضح <applause> نفس العقد معايا بس برضه. مش مدلعها ومهنيها ومخليها مش محتاجه حاجه طب وهي ما تقدرش تعمل كده؟ بس هتبقى محتاجه ان حد في الاخر يطبطب عليها قبل ما تنام حتى او يشاركها يومها وهي ما تقدرش تعمل كده مع نفسها؟ انا طبطب على نفسي؟ اه ما تقدريش تعملي كده؟ صح؟ بس محتاجه حد يقولي كلمتين حلوين ابعت لنفسي طب هو ما تقدريش تلاقي صباح الخير يا حلوه ما تقدريش تلاقي في حياتك حد يقول لك كلام حلو من غير ما يشتريكي بيه؟ لسه هدور تاني واتعب تاني واستنى خلاص تاني, تاني خلاص يبقى خلاص يبقى مدام مكسله صعبقا. مكسله على حياتك انها تبقى زي ما انت عاوزه يبقى طبعا اكيد الاصلح لك انك انتي تساتل وتستقري مع اي شيء متاح انت حر ما هو ربنا ادانا اختيارات عشان كده امال هيحاسبنا على ايه في حد بيحب حد يخيره الاختيار ده؟ لا طبعا اختيار صعب جدا لا طبعا هو بيحبه هو بس في مجتمعنا هو بيحب نفسه هو ما بيحبهاش في مجتمعنا ده حق الراجل انت دورك تبقي ست ناجحه تربي عيال ناجحين ده دورك هو يصرف عليكي مش لازم تشتغل يا اختي حققت المراه يا اختي وانت كست ناجحه بتربي عيال ناجحين لوحدك؟ لا ما هو هيبقى موجود حلو فلوس يعني ال 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 الولاد في البيت هم قاعدين كده بيتفرجوا وبيتعلموا بعينيه احنا بنتعلم باللي بنشوفه مش باللي بنسمعه فهم بيتفرجوا على بابا وماما وهو وماما بتتعلم جامد جدا وبتعمل سكورز جامده جدا في التعليم كديل الادكيشنال ده وبابا زعلان جدا من ماما بيقول لها كفايه كده لها يا دكتور فاحنا بنتفرج على ماما وبابا وبابا بيقول لها لا ما ينفعش خالص تعلمي كتير كده وانا مش عارفه يا سامح لو احنا قلنا كده عارفه كام سته ممكن تتطلق بسببنا وانا مش عايزه اعمل كده ومش ما هو انا مش للحيمة. بتكلم ما هو ما هو ما ينفعش عشان انا خايفه لحد يتطلق ما اقولش الحقيقه ما هو ده كمان ليس كل ما يعرف يقال ساعات الحياه ما ينفعش نقولها ساعات الحياه بتوجع ساعات الحياه بتضيع خلاص يبقى البرنامج ده معمول ليه عشان هو قصه حقيقيه اه بس عشان الرد احنا بنقول بننور لهم بس وهم النور يختاروا بس النور ما يبقاش حقيقي لا انا بنور وهم يبقى يختاروا. النور يبقى للمجتمع المجتمع بيقول كده امشوا يعني ورا المجتمع يعني انا انا كنت زمان ببقى موافقه ان وما زلت انا موافقه ان انا ابقى كبش فداء هو ده شعراوي ما غيرتش من فراغ انا هبقى كبش فداء وهقول رايي بس مش هقدر امشي الناس على مزاجي مش هعرف ما, ما هو ده اللي انا بحاول اقوله بطلوا تمشوا الناس على مزاجهم انا بكلم كل اصحاب المشاكل كل المشاكل دي سببها ان في طرف عايز يمشي حد على مزاجه بس الحب مش بيبقى فيه جزء امتلاك لا بتاعي لا 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 ملكي الامتلاك ده مرض ليه لا ده احنا ما يقولك هيز ماين شيز mine بتاعي او دي بتاعتي ملكيتي يعني ما هو الكلام ده بوظ الدنيا لان الناس افتكرته جد يعني ايه هو مش جد يعني لا طبعا انت بتاعتي ده حاجه انا ممكن اقولها لك كزوجك عشان احسسك you belong to me I belong to you لكن I own you ده قصه ثانيه انا يعني احنا بس بننتمي لبعض مش بنملك بعض بالظبط ده نوع من الانتماء بس هو يقدر يعمل و... حاجه انا مش عايزاها وانا اقدر و... اعمل حاجه هو مش عايزها طبعا ده اكيد هيحصل طب ما هيحصل خناقه لا هيتراكم عليك هيحصل خناقه علشان انت عايزه اللي قدامك او هو عايز اللي اي حد غيره ما ينفعش يعمل غير اللي انا عايزه والا هزعل ده اسمه ايجو الايجو ده يعني ايفل يعني شر يعني الشيطان نفسه الموضوع بتاع الرجل والمرأة والحاجات دي دي عملت أصلا أكبر اسفين في البشرية كلها <applause> يعني بجد مفيش حاجة اسمها الراجل والست لا إحنا وان تيم لا يعني الراجل مش... راجل والست ست تتساوي نفسك بيا لا انتي... أنت أنا أخرج وأدخل وأعمل اللي أنا عايزه أو لا انا بقولك وجهه نظري التانيه <applause> انا موافقه انا موافقه ما هو ده طبيعي فعلا ما... لان طبيعته كده الراجل عايز يخرج وعايز يتهوى وعايز ي... طب ما يس... انا عايز اتهوى عند امي برضو انا مش لازم اخرج اقعد على العب بلاي ستيشن واقعد على القهوه زي ما انت بتقول انا أسلع. كست مش عايز اخرج كتير انا كست بحب البيت وبحب ج... لو حبيت واحد ببقى عايز اتجوز وعايز اعمل بيت وبحلم باولاده على بيوبا. طول الراجل لا راجل قصه تانية عرفتي <applause> بقى لي اتجوزني ولا هفضل اقولها لك طول الحلقه ما يعني عارفه تجيبه بدل ما يجري ويقول مش عايز ومش قادره اشيل مسؤوليه يعني يا حرام دي قعدت ت... هو واحد وفى بوعوده عمل اللي عليه كان كويس طب هي ما عملتش حاجه هي بتتعلم هو ايه المشكله في انها تبقى متعلمه وان عندها حلم في حياتها عايزه دي تحققه دي لما الست تبقى اعلى منه لا كلمة الراجل والست دي ما اعرفش مش هروح معاكي فيها لا هو مش دايما الراجل يبقى ليه الحالة دي والست الح... ليلى او تبقى نو وراه نو انا في ظهرك يا حبيبي لا, لا لا ده احنا اتعلمناك وراء كل رجل عظيم امراه وراه خليكي ورا انت تطلعي في الصفوف الامامية ليه انت؟ انت ورايا ده فهموكوا انتوا بس انا مش دعوة <applause> انا بتبنى وجهة النظر ده الفهم أو, او ده كونسبت <applause> او ده كونسبت عايز خناقة اصلا يعني ده كونسبت بي يعني ده المجتمع ما ينفعش بقى. نقول ما ينفعش نقول الراجل والست وبعد كده على طول نروح قايلين الحب ما فيش كده لانه الراجل ده فريق الاهلي والست ده فريق الزمالك فما ينفعش نقول هيحبوا بعض لا لازم هنجيب اجوان في بعض بقى كلنا نعم خلاص نعم ويبقى بقى. في ناس مع الرجاله وناس مع الستات ويلا نقلبها نشعللها بقى حروب وده اللي جرى ده اللي جرى بالظبط طب دي تفتكري لو سالت اهلها هيقولوا لها ايه لو ايه لو سالت اهلها على ايه يعني القصه اللي معانا لو قالت لهم انا يا جماعه <تصفيق> <تصفيق> لو سالت بس, أهلها بس بتاع بتاع لو انت استشفيتي كده من القصه هما يعني دبلوم تجاره مامتها وباباها تاجر واخد اعداديه تفتكري هيقولوا لها ايه مع كل احترام والتقدير ليهم بس ما اختاروش التعليم اكيد هيختاروا يعني مثلا كل واحده تيجي تسال ابوها انت حلمك مثلا ان انا ابقى مذيعه ناجحه او أنا أن, ان انا ابقى دكتوره ناجحه يقول لها احلمي اني انا اشوفك عروسه بس انا عايزه اقول حاجه بس في القصه بتاعه ان هي نفسها قايله في مشكلتها كده انه بابا على قده في التعليم وماما يعني بابا تاجر ومعاه اعداديه وماما على قدها يعني بتقول طيب. يعني. اخوها على الكليه الخاصه مش عارفه طيب. الكليه الخاصه اللي انا <applause> عايزه اقوله بقى انه <applause> لازم نبقى عارفين ان ستيف جوبز بتاع ابل <applause> ونيكولا تسلا ها أه؟ كانوا سكول دراب اوتس يعني دول ما كملوش مدرسه اصلا يعني ممكن يكون عملوا هوم او كانوا بيتعلموا في, في البيت أوه. حلو كده؟ فالموضوع برضو بتاع التعليم اوفر ريتد قوي بالنسبه لنا احنا في مجتمعاتنا يعني يعني الواحد يتعلم حياه ولا يتعلم يتعلم دنيا يعني ولا يتعلم شغل الواحد يتعلم اللي هو هينفعه اللي هو عايز يعمله اللي هو عايز يعمله. يعني انا دلوقتي ساي مثلا عايزه اشتغل أه 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 كهربائي مثلا شاطر انا من صغري لقيت نفسي بفك الحاجه واركبها واصلحها فده اختياري فانا قلت ايه انا هطلع كهربائي فاهلي طبعا كلهم كانوا هيوقدوني لانه يعني ايه كهربائي؟ لسه تطلع دكتور مهندس محامي غير كده تبقى ياي على طول. فانا عشان عايز اطلع كهربائي هبقى كسيب وهبقى مليونير وهبقى وانا عندي 20 سنه بعد فلوسي وكل حاجه انا مبسوطه حاجة. جدا من اللي بتقوليه بس تعالي بقى ننزل لارض الواقع دي أنا ارض الواقع اللي أنا لا بقولها ازاي اخد اختيار وعاند الكل قويني علميني ازاي باخد اختيار يعني ازاي هي تاخد الاختيار تعمل اللي هي عايزاه وتتحمل الناس ما في ناس هتزعل مني وهخسر مني ما يزعلوا عارفة ما هو انت بتقولي اختيار يعني ايه اختيار اصلا يعني في ناس هتزعل ليه بقى كده كده لانه لو انا ما اخترتش برضو في ناس هتزعل برضو طب ازاي ما يهمنيش لحد الناس لانه كده كده انتي في حياه الناس ربع ساعه شئتي ام لم تشأ بس ده جوزي اختار ازاي طب ما انا كده هزعل وكده أختار هزعل اختار اللي انا عايزاه تاني عايزه الاثنين لا يعني ده ما اسموش اختيار ده انا عايزه كل حاجه ده اسمه كده وليه ما اعوزش كل حاجه خلاص جوزي وعايزاه وعايزه ان انا اتكلمي ابقى اتكلمي معاه اتكلمي معاه ما هو احنا لو بنحب بعض فعلا هنعوز خير لبعض لو نشف دماغه ده تروي. لو هو بنشف ده هو بيحبه في العلاقه دي هو عايزها هي تبقى زي ما هو عايز والا هيزعل مش كده؟ يعني انتي تنازلي والا هزعل حلو كده؟ او هيطلق ايوه يعني هزعل دي بالنسبه لي يعني هعمل بقى اي حاجه تقرفك وخلاص اه انا جاي تمام مم انا بقى هقرر على اساس المعطيات دي انا بحب واحد وبموت فيه وراجل جميل وكل حاجه لكن حط العودة في المنشار بقى فيه قطع رقبه دلوقتي يا اما ارجع زي ما هو عايز اكون زي ما هو عايز بالظبط ما بقاش انا خالص يا اما مش هيحبني يا اما هينتقم مني يا اما هيرميني في الشارع وات ايفر ده اختيارك صعب قوي يا زمان لا مش صعب مفيش حاجه صعبه اي حاجه في الدنيا يا انا هسيبها هي هتسيبني ممكن حد يقول لك اختاري لي وتختاري له لا ما اقدرش اختار لحد لانه الناس بتحب الحركه دي ليه عشان انا مش مسؤول نحب نعمل اللي. شماعات على بعض صح؟ اه ما هو انا لو اخترت بصي دور الضحيه ده اتراكتف جدا ليه؟ لان مفيش ضحيه مسؤوله ولا شريره ها. الضحيه دايما ضحيه بقى انا مش يعني انا ضحك عليا انتوا كلكم قلتوا لي وانا مشيت وراكم آه ايوه اسم الله عليك فاحنا الوحشين وانتي الضحيه فخلاص تمام لكن انا لو اخترت شيء مش هبقى ضحيه وهبقى مسؤوله <applause> واي شيء هختاره له نتائج فلو النتائج يعني هتبقى متعبه فححمرق فلما حمرق هيقول لي ما انت اللي اخترتي فاقول لا ده هم اللي قالوا لي فما, فما اللفه كل واحد بيرمي حياته على الثاني علشان خايف من لوم الاخرين اللي عايش مستني اللي بره يعمل له اي حاجه في حياته ده بيضيعها وهيتحاسب على ده برضه مش لازم نموت عشان نروح نتحاسب الحساب فوري انا ما بختار شيء عكس اللي انا محتاجاه وعايزاه انا اللي ببقى تعيسه hmm. مش الناس اللي سمعت كلامهم الناس اللي سمعت كلامهم ما بيهمهم ما بياخدوش بالهم انا حصل في حياتي ايه حتى لو كانوا اهلي اه حتى لو كانوا اهلي اي <applause> ايوه لانه احنا مش واحد إحنا عارفين واحنا قاعدين أنا وأنت دلوقتي إن دي سالي ودي سماح. نو مهما حاولنا مش هنبقى واحد. ما ينفعش نعامل حياة بعض على إنها واحد. بس أنت اديتي لها اكي أو الكلمة يعني اللي هتجيب من الآخر ما ينفعش حد بيحب حد يخيره اختيار كبير زي ده أو يقول له يا أنا يا كذا. صح؟ آه. وهي تختار. هي لازم تختار اللي هي عايزاه. بشكل واضح وصريح واللي بيختار لازم يبقى ناضج ناضج يعني مسؤول فعلا عن حياته مش خايف من اختياره احنا ما بنختارش في حياتنا كلنا ليه وكلنا بنقول بقى ها اعمل ايه قول اعمل ايه اعمل ليه بنعمل كده علشان انا خايف اختار عشان خايف لو اخترت اتلام اخسر بس الحقيقه انه ما حدش بينجح من غير فشل والاختيار هيجيب فشل والعدم الاختيار هيجيب فشل بس الفشل بروفه النجاح البرنامج ده مش الناس بتتفرج عليه بس قبل ما تتفرج في ناس بتظبط اضاءه وفي ناس بتعمل سكريبت وفي في تحضير التحضير ده ممكن نعمل تيك وبعدين نتلخبط فنعيد تاني ولا وات ايفر ده مش معناه ان احنا فاشلين، ده معناه ان احنا عرفنا نقرب للي ينفع وبعدنا خطوه كمان عن اللي ما ينفعش. ما ينفعش نفكر في الفشل على انه ما اقدرش احسن افشل، انا مش هعرف انجح من غير ما افشل، مش هعرف اعمل مسرحيه من غير بروفات. صح في الاخر احنا في برنامجنا هنا بنسلط الضوء على المشكله وبعد كده بندي حلول، بعد كده انتوا اللي بتقرروا وتختاروا. فاصل ورجعنا لكم ولسه مكملين معاكم حكاياتكم وقصصكم الحقيقيه ومعانا الجميله سماح انور منورانا اللي مشرفانا النهارده في قصه حقيقيه منوراني إنتي كوتو اهو انت <تصفيق> <تصفيق> عشان تسمع منكم قصصكم وتحاول تساعدكم بالنصيحه والحل تيجي نسمع قصة الثالثه والاخيره يلا إيه يلا انا اسمي ساره وسني 31 سنه اتجوزت من اربع سنين حد زميلي في الشغل بعد قصه حب استمرت لمده سنه مخلفه منه بنت جميله اسمها خديجه واول يوم كان كل واحد فينا صريح في كل تفاصيل حياته اتكلمنا من اول يوم واتفقنا اننا هنشارك مع بعض مرتبنا ونمشي البيت على هذا الاساس م. وفعلا عملنا اللي اتفقنا عليه بعد الجواز بس الفكره ان جات لي فرصه شغل في شركه تانيه بعد الجواز والخلفه رغم ان جوزي كان رافض اني اسيب شركتنا في الاول عشان ما بعيدش عنه بس بعد كده اقنعته لما عرف ان ياخد مرتب اكبر وبعد اول شهر في شغلي الجديد شاركت بنفس الرقم اللي كنت بدفعه من مرتبي في الشغل القديم فجوزي استغرب وسالني هم ما زودوكيش في المرتب في الشركه الجديده ولا ايه قلت له لا زودوني بس انا كنت بشارك بمرتبي القديم كله ودلوقتي لما المرتب زاد هشارك بنفس الرقم اللي كنت بشارك بيه واللي هيتبقى هحتفظ بيه لنفسي عشان احوش قرشين للزمن واجيب اي حاجه محتاجاها من غير ما اكلفك حسيت ان وشه اتقلب وفضل فتره مركب الوش الخشب لحد ما في يوم فتح معايا الموضوع وقال لي انا بصراحه زعلان وانت خالفتي اتفقنا ان كل واحد فينا يحط مرتبه على مرتب الثاني ونمشي البيت وعموما اعملي اللي انت شايفاه بس من ساعتها متغير معايا وبقى رسمي جدا والعلاقه بقت في منتهى الفتور قولوا لي اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه؟ دورك يا استاذ تعمل ايه في ايه؟, في إيه تديله مرتبها الله. كله؟ ما هي اديت له خلاص مش متفقين يعني لا احنا متفقين هنشارك بمرتبنا كله لا ما تلعبش بالكلام انت اتفقت انك هتشارك مرتبك كله لما جالك شغلانه لما انت جالك شغلانه يعني اغلى شويه بتاخدي مرتب اكتر حطي مرتبك كله إيه؟ ايوه ليه ليه هو المفروض الست اصلا تشارك مش احنا و... ده اللي انا يعني لا هو اصلا مفروض انا حد يجي يقول لي حطي مرتبك على مرتبي ومشي البيت وانا وافق ما دام وافقت خلاص ما لا هو المفروض ان احنا نوافق اصلا لا ما فيش حاجه اسمها مفروض في الحاجات اللي زي كده معلش لا والا ما بقاش اصيله لا بصرف النظر ما هو دي ما ده ده برضه هيرجع للحته بتاعه الانديفيديواليتي اللي هو ايه كل كابل له رولز بتاعته ما مم. ينفعش نقول المجتمع والرجل والمرأة والحاجات دي يعني كل اثنين هيمشوا بقوانينهم وقواعدهم بلي نسبهم لكن لهم. هي مش حلقه فرديه مش كل واحد هيمشي فرد لوحده احنا مع بعض احنا اثنين اتفقنا على حاجه بس هو لما يجي يقول لي كده ما احسش ان هو <applause> ما حسيتش يعني هي ما حستش. انا ما يعني هي كان المفروض طيب بكده ان <applause> هي يعني ما حسيتش هو اصلا انت انت المفروض ان انت راجل عشان انت بتصرف عليا وبتعمل لي وبتدلعني طب انا ليه يعني ما <applause> يعني احنا يعني ما عرفناش ال الاجتماعي بتاعهم يعني ممكن يكونوا فعلا ناس على قد حالهم عايش على قد حالك يا حبيبي اه ماشي لكن م... مرتبي بتاعي مرتبي اجيب بيه شنطي جزمي لبسي مكياجي كل حاجه يعني هو ده بتاعي <applause> صح ولا ولا انا فاهم غلط <applause> جسمي وشعراتي وكل الحاجات دي حاجتي اكسسواراتي مش مدوراتي. الكاتيجوري اللي على قد حالنا حتى لو بتكلم عن اللي على قد حالنا اشيله ليا وللزمن واحطه في دفتر توفير ويجيب لي او اعمل, أعمل وديعه ويجي ويجيب لي حل. فايده اه عشان اربي العيال واعرف اجوزهم يا حبيبي حلو ده من الاول <applause> هي مش عايزه هتجيبي ده هجيب المجتمع هي مش فعيني. عايزه كده هي مش عايزه كده هي الله هنلخبط فلوسنا على بعض قالت له اوكي صح؟ <applause> تمام بعد كده هي يعني بتساهم بزي ما هو بيحط صح؟ مرتبها زاد بتدي له زي ما هو بيحط برضه وفي نفس الوقت هي كمان بتقول له ما تشيلش همي انا هجيب انا اللي انا احتاجه كمان يعني يعني له كده كمان خلاص هي كده خلفت الاتفاق ولا لا؟ لا خالص. دلوقتي بقوا هي بتاخد 30 قرش وهو بيحط 10 قروش، حطيت له ال 10 بتوع وهي كانت مستخسره فيا ال 20 التانيين يا سامح اه هو زعلان من مراته علشان ما بتدفعش كل فلوسها للبيت او ليه أوه مش للبيت ليه اه اه طيب هتكلم في ايه؟ هو انت لو بنتك جت قالت لك كده هتوافقي؟ يعني لا لك اديني نصيحه يا ماما اه لا ما اقدرش انصح بنتي باللي انا شايفاه يعني لو بنتي مش واخده بالها اصلا من اللي جاري ده هقول لها يعني ايه هو بيجري <applause> <applause> يعني ورايا وانا إيه؟ مش عارف يعني اذا كنت انت موافقه انه جوزك آآ 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 لازم يبقى مسؤول عنك ماديا انت بس بقى... في بيوت كتير جدا ماشيه بيعملوا كده انه ما ده اللي عشان كده بقوله لك انه في اتفاقات من النوع ده دلوقتي لان احنا في عصر بقى صعب جدا بس انا اتصدمت من لوي بوزو برضو قال لها انا زعلان منك آه. كنت تشاركي بقى انا انا ده اللي مضايقني في القصه اه ما هو ده هو ليه ده. ليه لوي بوزو بقى آه، ما عرفش. يعني بيت قمص حساس آه، ممكن هي تقولوا طلقني لا لا طلقني ايه ده كان ايه لا لا ده آه. لا ما معقوله برده لا هو ما شوية تقوله تقول بس يعني ما معناه انه انا عايز اعرف الزياده بتاعت مرتبي دي بالنسبه لي انا هتفيدني جدا وانا كنت مستنياها يعني هم. لكن بالنسبه لك انت هتفيدك في ايه هنعيش عيشه احسن مين اللي هنعيش ما احنا كلنا مربوطين مع بعض ما احنا ما هو ما هو أنا اللي احنا في البيت اللي صار. احنا عايشين بيه هنفضل عايشين بيه هو دايما بيبقى في رايي ورايك أوه. وانا ساعات بقول راي المجتمع الست يا سماح لما بتمسك القرش بتبقى جباروت ربنا ما يوريكي أيوة. لازم نقص اصلها ريشة والله هي بقت الست دلوقتي الزمان كان كده على الرجالة لا الراجل لما يمسك القرش هيدينا كلنا يعني ما يتجوز تاني يعني حقه لكن الست بتبقى جباروت وهو كله من علينا كمان هو بيساعد <applause> <applause> <أوه. أوه. أوه. تصفيق> <يا> <applause> في مشاكل كتير اه راجل شقيان برضه يا سماح لا, لا الحمد لله خليه ليه شويه لكن الست ما ينفعش تمسك اول ما تمسك القرش تقوى واحنا مش عايزين الست قوتها في ضعفها ده مين العبقري اللي بيقول الكوتس اغلبيه المجتمع. اللي بيقلب الناس على بعض ده اغلبيه المجتمع مين ده <applause> الست بتقوى لما بتمسك قرش اه, تمسك آه. ده, ده مجتمعنا فعلا الاغلبيه يقول لك كده هو الست مش بتقوى لما بتمسك قرش مش فارق هو المجتمع كان المجتمع كان فرحان ان انه يخلي الست كائن ملوش لازمه وملوش قيمه طول الوقت ويدنيها طول الوقت ويحسسها ان هي يعني ملهاش عايزة يعني علشان هي فعلا فعلا لا الست دي منجز عظيم في حاجات كتير طبعا فلما الست بتتعلق بالراجل وبتصبر على بلاوي ساعات في, الحي في الحياه يعني مع بعض وفي العيشه مع بعض بتبقى جدعه واصيله لا يعني بيضربها بيخونها لا بيعمل مش كلهم في كده في كده في كده، المهم يعني انه الستات اللي بتصبر على ده بتصبر ليه؟ ليه؟ عشان ما عندهمش يعيشوا بعدهم. على فكره الجوازه فعلا بتكلف الراجل يعني كلمه احنا بنشتري راجل دي بتكلفه مش اقل من نص مليون جنيه، مش اقل مثلا من ربع مليون جنيه لو هتكلم على مستوى اجتماعي معين، لو هو هيجيب شقه، لو هو مش عارف ايه. ايوه طيب مش هو عايز يتجوز ولا يعني طب ما الحياه مشاركه يا سماح. من امتى من امتى ما لو كل لما الحياة كده ماشي حرام. لو كل الجوازات كده ماشي بس يعني هو... ايه يعني ما هي تجيب شبكتها وممكن يكون عندها شقه يقعدوا فيها يجرى وممكن تديله مرتبها مش هو راجل برضه آه وبيحبها صح. صح انا موافقه طب ما هو لما بيجي له بيحطه في البيت خلاص انا موافقه موافقه ايه تعالي ايه <applause> لا لا خلاص خلاص لا خلاص انا هقعد ولا بحرط في بحر مش لما بيجي له زياده بيحطها في البيت انت ليه عايز تبيعها انا مش عرفني هي ما كده اكيد اكيد لما كان هيجي له زياده كان هيحطها في البيت عشان كده هو اتصدم لا اتصدم فيها لو لما يجي له زياده نبقى نتكلم يبقى يتلوي بقى وانا لسه هستنى لما يتلوي ويجي زياده هو يستنى ما يتلويش دلوقتي يستنى. طب لو هي لو هي ماسكه الميزانيه عادي و وعارفه مرتبه وعارفه مرتبها وكده، مساعده في ستات بتوفر من من مصروف البيت فاهمه؟ وبتتكمر عارفينكم احنا كلنا آه أيوة. بتكمر، انا قادره أيوة. امشي البيت مثلا باقل مثلا 500 جنيه على جنب. ايوه طبعا طب اشمعنى بقى ده حلال بقى للست بقى. ايوه لا هي بتكمر ليه؟ عشان لو في امرجنسي يعني العيال اتعور حد اتعور حد بتاع حد مش عارف ايه يبقى فيه يعني ما هو الستات كده بتدب ما هو دي شغلتها. دي لما تحطي بقى زياده بقى طالما هتدبقي مستخسره فيه ليه؟ لا مش ما جت على دي لا ما, ما تمشي البيت بدل ما بيتك يتخرب لا ما تحط زياده هتخربي بيتك نفسها وتجيب لنفسها ما هو هي في بيتها برضه هي ما لنفسها مش ده البيت؟ اه مش هي البيت برضو ولا البيت ده كائن مستقل لوحده طب مش كان ممكن يبقى فيه حل احلى بكتير واشيك بكتير إيه وانضف بكتير قولي إيه؟ لي ان انا الجزء من مرتبي اللي انا بشيله اقول انا شايلاه على جنب عشان أسافر بره كلنا عشان مثلا اودي بنتي مدرسه احسن وما كلفكش فوق طاقتك واشيل معاك تاني وهي اصلا بتعمل ايه مش بتعمل كده مش هي لا هي شايلاه عشان بتقول له شايلاه ليا وللزمن وعشان لو احتجت اجيب حاجه ما كلفكش أه. هو اكيد عايز ياخد من الحب جانب يعني هو راجل هو ده طمع عايز من الحب جانب يعني ياخد فلوس يعني لا ليه هو عايز اتمتع معاكي بحاجتك ما تديني حاجتك ايه ايه ده هيجرى يعني ما اعرفش انا مش شايفه ما هو دافع لورايا قدامه برضه في البيت يا يعني, يعني يعني انا ما اعرفش انا تربيت بطريقه قديمه شويه انه لو لو انت جبت بطيخة في البيت على الست وانه لو انا بشاركه فدي حاجه هو ما بيحبهاش بس مضطر لها شويه لحد ما هو يقف على البيت دلوقتي يقول لك الحياه غلي طيب رايي يعني لكن الراجل اللي هو زعلان عشان انا ما بشاركش <applause> مش الع... يعني ده بالنسبه لي <applause> شفت شيخ <يا ختي>؟ عامل <applause> شفت زي اه المستحيل العنقاء والخل الوافي هو بقى يبتزها بقى عاطفيا وعمال يبتزها نفسيا ان هو في فتور مش شايفك زي الاول تعمل ايه؟ لا ولا حاجه لازم هي تواجهه ولا تعمل نفسها مش شايفاه لا بالعكس لازم هي تواجهه اصل هنقعد ن... نمثل على بعض ونلف وندور ليه ما احنا في لأنه في رأي تاني بيقولك واحد من واحد بس انت ما تبقيش اعلى مني لانه نجاحك في الشغل بيقلل من انوثتك انا شايفك راجل ايه اللي دخل ده في الموضوع, الموضوع بتبادي عندي. اكتر بتعملي وانت يا بنتي انت فاكره نفسك انت اللي ماسكه البيت ولا ايه خلاص طيب لو انا لو انا وحشه واجلي كده خلاص ما بلاش مني الفكره ان هو اتس ديبيت بمعنى لو نقاش لازم هتلاقي ناس تانية قاعده تانية في, الشاشه بتقول لك طب ما تقولها كذا يا سالي ما تقولها كذا يا سماء ما تقولها مش عارف ايه فلازم انا اتبنى كل وجهات النظر خلي بالك احنا بنتكلم عن مجتمع اللي احنا عايزين نشوفه مش المجتمع اللي احنا عايشين فيه بره اللي احنا عايزين نشوفه ما ينفعش فيه كل اللي احنا بنقوله ده بصراحه اللي احنا عايزين نشوفه يبقى كل واحد يبقى مسؤول فعلا عن نفسه وعن اختياراته وعن تصرفاته وما ينفعش عشان انا ببسط لازم أنتي تتغيري العكس لازم انا اتغير عشان انا ببسط وكل اللي حواليا اتغير يعني ايه يعني احس باللي قدامي يعني راعي ان اللي قدامي هو كمان له حاجات محتاجها له حاجات عايزها مش بس انا اللي عايزه وانا اللي محتاجه وانا اللي زعلانه وانا اللي بتاع وخلاص ومفيش غير كده ده اللي مش طبيعي نفسي نتعلم ونفهم هنتعلم ونفهم بالخسائر بالفشل هننجح نورتيني صباح الفل صباح الجمال <applause> 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 نورتيني يا سماع انا بشكرك بحبك جدا وانا كمان يا أوي 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 أوي. انا بستفيد جدا لما باجي هنا بجد ثانك بنستفيد من الناس بجد بجد حقيقية حقيقي اه ثانك يو جدا وأستنىكم في حلقه جديده وقصص جديده بابطال تانيين وكلها تكون قصص حقيقيه باي باي